مع تخوف المواطنين من التوجه نحو المستشفيات للتبرع بالدم، تم تنظيم حملة تبرع بالمؤسسة الاستشفائية أرنستو تشي غيفارا بمستغانم. على إثر التراجع في التبرع بالدم لصالح المؤسسات الاستشفائية بفعل جائحة كورونا، وبعد النداءات المتكررة لهذه المؤسسات بفعل نقص الحاد لهذه المادة، نظمت فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء مستغانم بالتنسيق مع أمن ولاية مستغانم حملة تطوعية للتبرع بالدم لصالح مركز حقن الدم بمستغانم. حملة التبرع شارك فيها أفراد شرطة الحدود البحرية، أعوان الجمارك، الحماية المدنية، وكذا عمال مؤسسة ميناء مستغانم، بهدف تخفيف المعاناة عن المرضى بالمستشفيات. وهذه الأيام مراها التبرع قليل، والناس خايفة من الصيام، خايفة من الكوفيد 19. رانا نقول لهم بلي حنا كيما تشوفوا الناس اللي تقربوا لينا نعطوهم الشهادة الكحولية هذوك، والتبرع في رمضان يندار صباح عادي، المتورع يأخر السحور تاعو باه يبقى في حالة عادية. تلبية الطلب المتزايد لمختلف المصالح الاستشفائية لتوفير أكياس دم وتزويد بنوك الدم بالتبرعات هو ما تسعى إلى تحقيقه هذه المبادرة التي يؤمل أن تعمم ليستفيد منها جميع المرضى بمستشفيات الوطن.